رأي حضرتك إيه في هذه الملفات وما جرى خلال الساعات الأخيرة بخصوص الخطاب الذي أرسلته لاتحاد كرة القدم؟ بص، هو الخطاب ده بعت من أسبوع تقريبا أو يوم 1/6 بالظبط، لأن العملية كانت مش مفهومة خالص، ولا ما عارفين الدوري هيبتدي إمتى، ولا الدوري هينتهي إمتى، ولا الموسم انتهت إمتى، ولا القايمة قد إيه. الأمور ابتدت تتضح دلوقتي شوية، فبالتالي طبعا يعني كون إن أنت تقعد شهر من غير ما تلعب ماتش وبعد كده تستنى تعمل فيه سيزون من أول جديد، ده خسارة فادحة للأندية كلها، يعني بغض النظر عن أي حاجة. بس احنا دلوقتي زي ما بنقول هو يعني الوقت إيه، يعني سرقنا كلنا، اللعيبة بتاعت المنتخب الأولمبي بقت في بره مصر، المنتخب ما فيش حاجة ممكن نعلق عليها قوي غير إن احنا نستنى وعلى الأقل نفهم واحدة واحدة إيه اللي بيحصل. يعني خلاص الموضوع بقى إن أنت بتزق وإن أنت تحاول تفهم فتوليت عليه، يعني زي ما بنقول كده خلاص، يعني ما بقتش قمة احتياج، يعني احتياج للمعلومات من اتحاد الكورة، لأن أنت دلوقتي يعني خلاص ابتديت تأهل نفسك إن أنت تاخد موسم جديد، الفرقة خلاص ابتدت تشتغل على السنة اللي جاية، فأنت يعني أجبرت إن أنت تحدد طلباتك من دلوقتي، وده من قدام الصح، يعني حتى تلاقي السنه الجايه برضه في حاجات في مشاكل في السنه الجايه، انا اعتقد ان السنه الجايه برضه هيبقى فيها مشاكل. السنه الجايه؟ اعتقد ان السنه الجايه برضه هيبقى فيها مشاكل لو الويندو ما فتحش، لو الموسم التالت ما فتحش، وانت فتحت متاخر، اللعيبه بتاعتك اللي انت الاجانب دي هتبيعها امتى؟ يعني كلمه الموسم الاستثنائي مستمره معانا شويه. انا اعتقد كده، انت النهارده عندك اربع اجانب مثلا في كل نادي، لو كل نادي لو في اي نادي من بره مصر عايز لعيب من عندك مش عارف ياخده، لان انت عايز تكمل بيه الماتش بتاعك، مثلا بتكلم عليا انا دلوقتي، الاربعه دول لو هو واحد رقم واحد مثلا مطلوب في اي دوله من الدول، بعد شهر او بعد شهر وشويه مش هيبقى رقم واحد، هيبقى رقم ثلاثه، فمش هتعرف تبيعه، هو هتبيعه بقى بسعر اقل، صح ولا مش صح؟ طيب التي ام اس لو فتح في مصر واتحاد الكوره قدر يحل مشكله القيد خلال الساعات القادمه، او لو مثلا ما قدرش يحلها، جزء بص يعني نادي الجونه هيتعامل ازاي كمان مع الملف ده؟ لو التي ام اس فتح خلاص يبقى يا ريت، يبقى هو يعني ده انا بالنسبه لي ده مشكله كبيره، الانترنت دي مش اكبر مشكله، انت بتخطط السنه الجايه وانت مش عارف انت هتعرف هتجيب مين والدنيا وامتى، لان انت كل الانديه خلاص ابتدت ترتب امورها، لكن كل ما يكون الوقت مش عارف امتى هتبتدي موسم الانترنت، كل اي ممكن تتفق مع لعيب ويروح حته ثانيه، بالظبط كل ما هتدي له وقت وكل ما هتدي له مساحه ان هو يبتدي يلف على الانديه كلها، كل ما انت مش هتبقى مضامن اللعيب ده صح ولا مش صح. فبالتالي لازم الموسم الانترنت يفتح في اقرب وقت ممكن، وبعد كده نبتدي بقى نحل المشاكل واحده واحده، نعرف 97 موجوده، 98 موجوده، 97 مش موجوده، في حاجات كده كانت لازم تتقال من بدري قوي، فاحنا خلاص وصلنا لمرحله كلنا لازم نتعاون مع بعض، لان خلاص مفيش حد هيبقى كسبان في القصه كلها، خلاص انت محطوط في كوردر ولازم تتاكد عليه. بس هو مش هيقدر يا كابتن نادر يفتح موضوع التيم اس والقيد المحلي الا لما ينتهي الدوري، يعني لو باقي لسه دقيقه في الدوري العام مش هيقدر يفتح القيد المحلي. ما عشان كده ما هي بقى ما هو ده اللي انا بقوله، ان انت كده ولا كده السنه الجايه هتبقى استثنائيه، لان انت مش هتعرف هتبيع مين ولا هتجيب مين، يعني انت التيم اس هيفتح بعد الماتش بتاعنا ماتش الاهلي والزمالك صح ولا مش صح؟ ده هيكون مثلا في اول 8 صح؟ مثلا. طيب اول 8 انت من هنا لغايه اول 8 بقى هتعمل ايه؟ هتتعامل ازاي مع لعيبتك كمان لو انت عندك معارين؟ هترجعهم ازاي؟ لو انت عندك صفقات هتنضم هتبدا امتى معاك؟ وممكن كمان في انديه لسه ما خلصتش المسابقه، لسه المقاولين معاك زي الاسماعيلي كمان. صح، وحتى الانديه اللي قاعده دلوقتي، احنا طب احنا عندنا ماتش والاهلي عنده ماتش والزمالك عنده ماتش، يعني الناس اللي قاعده دلوقتي هتجيب لعيبه ازاي؟ او هتدفع للعيبه اللي اوريدي عندهم عقود معاها هتدفع لهم بناء على اساس ايه؟ على الموسم القديم ولا الموسم الجديد؟ يعني لما تدخل في شهر 7 او شهر 6 المفروض تدفع القسط بقى بتاع السنه اللي جايه بالظبط. هتعمل ايه بقى في القصه دي؟ تمام، هل اللعيب بنحاول ان هو يشتكي في اتحاد الكوره ان انت ما دفعتلوش القسط بتاع الموسم الجاي، ولا ملوش حق ان هو يشتكي؟ دي برضه حاجات لازم كلها تتحل وانت بتحل المشكله كلها، لان انت ما ينفعش انت تاخر قسط على اللعيب بتاعك، النادي محترم في الدنيا ما بيتاخرش، فالنهارده عقده بيخلص في شهر 5، طب شهر 5 6 و7 و8 دول يعني هيبتدي له ايه؟ لا، وفي نقطة كمان يا كابتن نادر عايز اقول لك عليها، انت عندك يعني حوالي عدد من اللعيبة المعارين من النادي الاهلي، لما تيجي تلعب مع الزمالك هل اللعيبة المعارة من النادي الاهلي التوقيت ده لما تيجي تلعب مع هذه المباراة، اذا لا قدر الله يعني اتحاد الكرة قال لك هنلعب في اخر شهر 7، يعني هذه المباراة مثلا هتكون 25 او 28 7، في التوقيت ده اللعيبة المعارة هل هتكون رجعت انديتها ولا هتكون موجودة معاك؟ لا مش هتبقى رجعت انديتها، لان انت حاطط مع نهاية الموسم في فرق ما بين العقود بتاعت السنه اللي فاتت والسنه دي عن الانتهاءات يناير، انتهاءات يناير انت بتكتب فيها حتى نهايه الموسم. كويس، لكن في اول السنه خالص انت محدد الدفعات بتاعتك لغايه شهر مثلا 5. تمام. لكن العقد ما بينك وبين النادي اللي انت
واخد منه لعيبه زي النادي الاهلي مثلا زي الخمسه اللي عندي والنادي الاهلي، لا انا لغايه اخر الموسم، بمعنى اخر يوم في الموسم. فدي مش مشكله قوي، هي مشكله في الاصابات بتاعتهم بس، ودي احنا بنحاول. خسائر ماليه كمان على فكره، دي خسائر ماليه. لا ما هو خسائر ماليه انت النهارده، ما هو خسائر ماليه. احنا ليه النهارده قعدنا مع كابتن حماده برضه يعني مشكورا، انت فاهم الموقف بتاعنا واحنا تفهمنا الموقف بتاعه، لان انت النهارده عندك ماتش واحد، هتقعد مع كابتن حماده لغايه شهر 7 بعد كده تشوف مصيره ايه. فاحنا قعدنا واتفقنا خلاص ان كل واحد يتخذ القرار اللي يناسبه. فكابتن حماده قال لك خلاص انا هشوف يعني برضه السنه الجايه هعمل ايه، واحنا برضه عشان انت خلاص تتحضر السنه الجايه. افرض بقى كابتن حماده قعد معاك شهر 7، هتقعد تديله شهر 6 و7 و8، فاهم قصدي؟ فبرضه دي بالظبط مشاكل بتواجه ناس كتير. لكن برضه ارجع اقول لك احنا خلاص احنا متاخرين قوي ان احنا نحل المشكله، هي المشكله تتحل لوحدها بقى، خلاص الموضوع دخل في النهايه لازم تتحل لوحدها، بس قبل كده كان المفروض نحلها. طيب في نقطة مهمة كمان يا كابتن نادر عايز أكد لك عليها، لما بعت الخطاب لاتحاد الكرة من أسبوع اترد عليك؟ لا ما تردش عليك. ما تردش عليك؟ هتبعت خطاب تاني ولا خلاص كده أنت هتنتظر لغاية لما تشوف هيحصل إيه؟ لا هشوف هيحصل إيه بقى. أنت عايز تتكلم في الحق ولا عايز تتكلم في الكلام اللي أنا ممكن أقوله عشان فاهم أحس إن أنا صاحب موقف وكده؟ الكلام الحق إن أنا هستنى طبعًا الضغطة بتاعت النادي الأهلي واللي بيحصل ما بين الاتحاد الأهلي واتحاد الكورة والزمالك، كل القوى العظمى اللي موجودة، وأشوف بعد كده إيه الحل. لكن أنت دلوقتي لما تبعت جوابه ما حدش فاضي إن هو يبعت لنادي الجونة صح ولا غلط، دي نتكلم فيها بعدين، لكن أنا بكلمك في واقع. الواقع بيقول إيه؟ بعت جواب من 1/6، ترد عليا لو ما تردش عليا. ده صلب الموضوع، ده اساس الموضوع يا كابتن نادر على فكره والله. يعني الاتحاد الدولي نفسه، اقول لك على حاجه، واكيد طبعا انت حضرتك عارف الموضوع ده عشان فتح القيد والتي ام اس، بيتم التنسيق بين الاتحاد الدولي مع كل الاتحادات الاهليه في هذا الشان. الاتحاد الدولي عشان يبدا يحدد مواعيد فتح التي ام اس لكل الاتحادات، لان في مناطق جغرافيه مختلفه عن اتحادات اخرى، فبيتم التنسيق القصه الالكترونيه بالقيد قبلها بحوالي 10 شهور او 12 شهر. عارف والله، والله عارف، بس صدقني بص احنا وصلنا لمرحله ان احنا لازم كلنا نتعاون. احنا الاول نلوم او نبتدي نخش نقول عايزين 1 2 3 4، الكلام ده من 2 3 4، لكن النهارده خلاص لازم كلنا نتعاون. انت عندك كاس الامم هيتعمل على مصر، عندك خلاص الدنيا بقت متعقده زياده عن اللزوم، خلاص الوقت الوقت ازف خلاص خلاص يعني الموضوع خلاص مش بايدينا خالص، الموضوع هيتحل بقى من بطرق اخرى. لكن مش هينفع ان احنا انا دلوقتي كجونه اقعد اقول لك انا بعت ضغطين الرد، حتى يعني هتبقى برضه سخيفه يعني. يعني خلاص هي الحلول بتاعي خلاص بتتاخد واحده واحده، نعرف بقى 97 الايام اللي جايه اعتقد ان هيبقى فيها حلول كتير يعني، وهيترد علينا، بس هيترد مش هيترد علينا احنا دايركت، يعني هيترد علينا بناء على بيانات في اتحاد الكوره ترد علينا، لكن مش هيترد على الفاكس بتاعي. اكيد بعد ما نشوف الموقف مع النادي الاهلي الانديه كلها تعرف الموقف في الكره المصريه خلال الفتره القادمه. كابتن نادر انا بشكرك شكرا جزيلا. انت قلتها بالطريقه صح كده، انا ما كنت بقدرش اقولها كده بس انت قلتها صح. بصراحه هو ده الحال في الكره المصريه. كابتن نادر انا بشكرك وكل التوفيق ليك والنادي الجونه خلال الموسم القادم بعد الاستمرار في المسابقه للموسم القادم. شكرا ليك كابتن نادر.